بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سأتحدث عن تعريف أو نبذة عن شهداء القرية. بتاريخ 14/3/1965 استشهد الشهيدين عبد النبي سرحان وابن أخته عبد الله مرهون برصاص عن دوار النويذرات أثناء خروج مظاهرات في عدة قرى البحرين، حيث سقط شهداء في عدة قرى من البحرين. لقد سقط في انتفاضة الوحدة الوطنية 6 شهداء سالت دماءهم الطاهرة برصاص جنود الاستعمار البريطاني في مختلف مدن وقرى البحرين من المحرق حتى سترة، وهم الشهيد عبد الله سعيد الغانم استشهد في 13 مارس 1965 من المحرق، الشهيد عبد النبي محمد سرحان وابن أخته عبد الله مرهون استشهد في 14 مارس 1965 من القرية النويذرات، الشهيد جاسم خليل عبد الله الصفار استشهد في تاريخ 14 مارس 1965 من الدي، الشهيد عبد الله حسين نجم بو نودة استشهد في 24 مارس 1965 من المحرق، الشهيد فيصل عباس القصاب استشهد في 14 أبريل من المنامة. بتاريخ 26/3/1995 استشهد عيسى قنبر، كان يعي الكلمة التي قالها وهو يصرخ أمام القاضي الذي أصدر حكم الإعدام عليه في العام 1995 عندما قال الشهيد عيسى قنبر: اقتلونا فإن شعبنا سيعي أكثر فأكثر، وهي الكلمة التي لم يستوعبها السلطة ولم تدرك بأن الشعب يستوعب الدروس ويتعلم من تجاربه. رحل الشهيد عيسى قنبر عن عمر 29 عاما الذي أعدم بالرصاص بعدما أدانت محكمة أمن الدولة في البحرين، وقد رفضت السلطات تسليم جثته وقامت بدفنه بمقبرة الحورة بعد أن سمحت لأخيه ووالده بالنظر إلى جثته وهي ممزقة بالرصاص، وحوصرت المقبرة مباشرة من قبل قوات الشغب الأجنبية ومنعت دخول أي شخص إليها، كما ورفضت الحكومة إقامة مجالس الفاتحة على روحه الطاهرة. فقد ذكر أحد الذين كانوا في السجن مع قنبر يوم صدور الحكم بإعدامه إنه رجع إلى زنزانته فرحا مستبشرا ومعه إخوته الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين المؤبد وخمسة أعوام، وقال لأحد السجناء في زنزانته في زنزانة مقابلة: فزت ورب الكعبة، وليكن دمي ثمنا لحرية هذا الشعب. حيث ردد الشعب هتافات: عيسى قنبر، عيسى قنبر يا جرح البحرين الأكبر. الشهيد المغدور به الوالد الحاج حسن الستري استشهد بتاريخ 19/6/2011، قتل بسلاح أبيض من قبل بلطجية النظام ومرتزقته والتستر على كل من شاركوا في الجريمة، واكتفوا بالحكم على شخص واحد كان يضرب الشهيد الستري بلوح خشبي وحكم 7 سنوات. أما باقي المجرمين الذين استخدموا سلاح أبيض وآلات حادة تم إخراجهم من القضية، حيث قتل بطريقة بشعة قاسية بلا رحمة. لكبر سنه تم التمثيل به: شق ظهره بجرح غائر وضرب رأسه وتكسير أسنانه ورضوض بالأرجل ولكمات بالوجه. قتل قتلة بشعة مثل قتل عمل الدواعش. قتل على الهوية، وكأنما قتله كان تهديد للشعب: إما أن تتوقفوا عن مطالبكم وتستجيبوا للحوار الذي نريده، وإلا مصيركم بهذه الطريقة. كان التحريض على قتلنا في المساجد والإعلام الرسمي. رحم الله شهداؤنا والخزي والعار لقاتليهم.
الجنين حوراء يوسف عمران التحقت بركب الشهداء الأجنة بعمر 9 أشهر يوم الاثنين 18 مارس 2013، بعد تعرض والدتها للاختناق بالغاز السام الذي تطلقه مرتزقة قاتل الأطفال على الأحياء السكنية، لتكون شاهدة على فجور الظالمين وطغيانهم. اللهم تقبل منا هذه القرابين واجعلهم شفعاء لأهلهم ومحبيهم وأهل قراهم بيوم الحشر، وامسح على قلوب أمهاتهم وألهمهم الصبر والسلوان، إنك عزيز قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.